التحليلية. أزمة بنيوية يعيشها الكيان وصراع داخلي غير مسبوق، أي تبعات على تماسك الجيش والعلاقة مع واشنطن؟ عرض عسكري لفصائل تابعة لتركيا في شمال سوريا، ما الرسائل بعد تصريحات أردوغان تجاه دمشق؟ مخطط الناخبين الزائفين يلاحق ترامب، مسار قضائي أم استهداف في الرئاسيات المقبلة؟ في وثيقة اليوم، أزمة مخدر الزايلازين تتفاقم في فيلادلفيا وضحاياه أكثر مما تقتله الأسلحة النارية وحوادث الطرق. في قضية اليوم، تراجع في اقتصاد منطقة اليورو مقابل نمو في أمريكا، هل يدق الفقر أبواب الأوروبيين؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.